الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن غزوة مؤتة، واليوم سنتكلم عن سيرة صحابي جليل، ونحن من الحين والآخر نتناول في بعض خطبنا شيئا من السيرة، لأن في السيرة كل الدين، ولأن في السيرة صبر على الأذى في الدين، ولأن الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرة الصحابة رضي الله عنهم يجعلنا نقتدي بهم في حياتنا. واليوم للأسف الشديد نجد أن أبناء المسلمين جعلوا لهم قدوات مزيفون، تلقاهم يقتدوا بيهود ويقتدوا بنصارى ويقتدوا بمشركين، فعلينا أن نقتدي بأصحاب القرون المفضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. وقفتنا اليوم مع الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال عنه: الشهيد الكبير، أو السيد الشهيد، الكبير الشأن، علم المجاهدين، أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر رضي الله عنه كان ممن سبق إسلامه، وهو أكبر من علي رضي الله عنه بعشر سنين، وكان رجلاً شجاعاً كريماً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر يلقب بأبي المساكين، كان يأخذنا إلى بيته فإذا لم نجد شيئاً جاء بعكة فيها أثر العسل فنشقها نصفين فنلعق ما فيها. فكان رجلاً كريماً رضي الله عنه، وكان ممن سبق إسلامهم. ففي السنة الخامسة من البعثة النبوية،
وجد المسلمون أذًا كثيرًا من المشركين، حتى إن أبا جهل جاء فوجد آل ياسر رضي الله عنهم يعذبون، فأخذ حربة فطعن سمية رضي الله عنها في فرجها حتى ماتت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر فيقول: صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومع هذا الأذى لم يتزحزحوا عن الدين شبراً، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وكانوا 83 رجلاً، وكان معهم جعفر رضي الله عنه. فأرسل المشركون خلفهم فهاجروا إلى النجاش ملك الحبشة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. فلحقهم المشركون وأرسلوا إليهم رجلين، عمرو ابن العاص وعمارة ابن الوليد، وحملوا معهم الهدايا للنجاشي. فلما دخلوا على النجاشي سجدوا له، وجلس واحد منه عن يمينه وجلس الآخر عن يساره، وقالوا: إن فتية تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وهم بأرضك. والدليل على أنهم يبغضون دينك أنك إذا دعوتهم لا يسجدوا لك. فأمر النجاشي أن يحضروا، فقال جعفر رضي الله عنه للصحابة: أنا خطيبكم. فلما دخلوا على النجاشي ولم يسجدوا له قالوا: لماذا لم تسجدوا؟ فقال جعفر رضي الله عنه: إنا لا نسجد إلا لله. ليه؟ لأن السجود عبادة من العبادات. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والهدهد لما جاء إلى سبأ ووجد أن قوم بلقيس يسجدون للشمس استنكر فعله، قال تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. السجود عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. وللأسف الشديد نجد كثير من الناس في زماننا هذا يسجدون لغير الله. فجعفر رضي الله عنه كان عزيزاً بدينه وبعقيدته أمام الملك، قال: إنا لا نسجد إلا لله. وبدأ الحوار بين جعفر وعمرو
ابن العاص، فقال جعفر: سلهم، أعبيد نحن؟ أبقنا من أربابنا فنرد إليهم؟ فقال: لا، بل أحرار كرام. قال: هل أصبنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال: ولا قطرة. قال: هل أخذنا مالا من أناس بغير حق فنرده؟ قال: ولا دينارا. فقال النجاشي: وماذا تريدون منهم؟ دايرين شنو؟ قاطعين البحر، دايرين منهم شنو؟ قالوا: كنا نحن وهم على دين واحد، على دين آبائنا، فخرجوا منهم. فسأل النجاشي جعفر رضي الله عنه، قال: ما هذا الذي كنتم عليه؟ قال: كنا نحن وهؤلاء على دين الشيطان نعبد غير الله من الأحجار والأوثان ونشرك بالله عز وجل ونقطع الرحم وغيرها من الأشياء. فقال: وما ذاك الذي جئتم به؟ قال: جاءنا رسول كريم من أنفسنا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نصل الرحم، وأن نصل الجار، وغيرها من الأشياء. فقال النجاشي: لقد ذكرت أمرا عظيما. ثم دعا القساوسة والرهبان، قال: هل تجدون في الإنجيل رسولا بين عيسى ويوم القيامة؟ قالوا: نعم. فقال لجعفر رضي الله عنه: اقرأ علينا شيئا منه. فقرأ جعفر رضي الله عنه أوائل سورة مريم، فبكى النجاشي بكاء شديدا، وأنزل الله عز وجل فيه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فلما رأى عمرو ابن العاص ذلك المشهد كان عنده آخر حيلة، وكان رجلا ذكيا، فقال: سلهم ما يقولون في عيسى وأمه. فتلا جعفر رضي الله عنه عليه قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى أن قال: فأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأخذ النجاشي عودا وقال ما زاد شيئا عما قلتموه. وقال للصحابة رضي الله عنهم أنتم سيوم في أرضي، يعني أحرار لكم ما تشاءون فيها. ورد الهدايا للمشركين ورجعوا إلى قومهم خائنين، ونصر الله عز وجل الإسلام آنذاك بجعفر رضي الله عنه، ومكث في الحبشة 15 عاماً رضي الله عنه، وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها صحابية جليلة، ولدت له في الحبشة عبد الله وعونا ومحمد، الثلاثة في الحبشة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل كتابا إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جعش، فتنصر في الحبشة ومات، فأرسل بذلك الكتاب إلى النجاشي فزوجها له وحمل باقي الصحابة في سفينة وأرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجاءوا إلى المدينة في السنة 7 من الهجرة لما فتح الله عز وجل خيبر على المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، وفي رواية لأنا أفرح بقدوم جعفر من فتح خيبر. وكان جعفر رضي الله عنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومكث جعفر رضي الله عنه شهورا في المدينة، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، وكان قائدا من القواد حتى استشهد في مؤتة، وكان أول من عقر فرسه في سبيل الله، لأنه في الجهاد إذا حسيت أن المشركين ممكن يستفيدوا من الفرس ممكن تعقر الفرس، فكان أول من عقر فرسه هو جعفر رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وجدنا في جعفر 90 طعم كلها من أمامه، وسمي بجعفر الطيار. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء إليه عبد الله بن جعفر يقول مرحبا بابن ذا الجناحين. والمشتهر عند أهل السيرة أن جعفر مات وعمره 33 سنة، ولكن
لابن كثير رحمه الله رأي آخر في البداية والنهاية. قال ابن كثير: مات رضي الله عنه وعمره 39 عاماً. واستدل على ذلك قال: لأنه أكبر من علي بعشر سنين. والمشهور عند أهل السيرة أن علي رضي الله عنه أسلم وكان عمره 8 سنين أو أكثر، ومكث بمكة 13 عاماً، فأصبح عمره 21 سنة. وكانت مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة، فأصبح عمر علي 29 سنة، وجعفر رضي الله عنه أكبر منه بعشر سنين. وهذا يدل على دقة ابن كثير رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفراً رضي الله عنه حباً شديداً، فلما استشهد رضي الله عنه قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم إليه أبناء جعفر وشمهم وقبلهم وبكى. قالت: فقلت: يا رسول الله، هل أصاب جعفر شيئاً؟ فقال: نعم، لقد استشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر الطعام فإن أتاهم ما يشغلهم. وبذلك نكون قد تكلمنا عن بعض سيرة هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم فقدنا رجلاً من أفضل الناس نحسبه ولا نزكيه على الله، وهو جار المسجد، ومن القائمين على أمر هذا المسجد هو وأبناؤه، وهو العم مكي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرم نزله وأن يتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والناس تدعو له في السجود، وده من حقه علينا. وأقول ما تسمعون، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة.